منظومة الخدمات الجامعية لوفيس ناسيونال دي زوفر يونيفرسيتير دوا تيتر ريستركتوري دون فاسون ديموكراتيك اي ترونسبارونت باش يولي يعمل في اطار ديمقراطي وشفاف، وهذا باشراك المنظومة طلبة او كافة الفاعلين الجامعيين. ثانيا، بحسب الاحصائيات في 2022 خصصت حوالي 149 مليار دينار للتكفل بإيواء وتنقل وغذاء حوالي 900 ألف طالب اللي يستفيدون من المنحة الجامعية. إلى درنا المنحة احنا ب 2 ملايين في العام، رايح تكلف خزينة الدولة حوالي 180 مليار دينار، أي أقل من 150 مليون دولار، وهذا يعني ماهوش بشي كثير، ماهوش بشي كثير على ميزانية الدولة. لكن حبيت نتكلم على ان ديتاي امبورتون، لأنه إلى شفنا الأرقام اليوم في 2022 حسب الأرقام الرسمية المصرح بها، الطالب تخصص له حوالي 30 مليون سنتيم للتكفل به اجتماعيا. واليوم احنا واش اقترحنا؟ اقترحنا 2 ملايين، أي 24 مليون سنتيم، دونك قل من 30 مليون سنتيم، باش الأمور تكون واضحة. وما قلناش باللي احنا على بالنا كامل باللي ليس كافة الطلبة الذين يستفيدون من المنحة الجامعية. في السنة الجامعية 2023-2024 سجلوا في معاهدنا وجامعاتنا حوالي 1,500,000 طالب.